للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي قراءتك لهذا الأمر الملكي السامي بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي التي سيكون جلالة الملك المعظم أيده الله رئيسا فخريا لها؟ شرفني بداية أن أرفع لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله برعاه أسمايات الشكر والعرفان على رعايتهم الشاملة الدائمة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. هذا المركز الذي أنشأ على مبادئ السلام والتعايش والتآخي الإنساني، هذه المبادئ المتجذرة في المجتمع البحريني منذ القدم. أهمية إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تأتي كرسالة محبة للعالم بأهمية التعايش السلمي في إيجاد مجتمعات آمنة ومزدهرة ومستقرة. هذه الجائزة تأتي كدافع لتشجيع الأشخاص والمنظمات على تكثيف الجهود في الترويج لمبادئ التعايش السلمي. والأهم أنها تأتي برعاية سامية كم صاحب الجلالة رئيسا فخريا لها، مما يؤكد حرص جلالة حفظه الله إلى إيصال رسالة البحرين العالمية. نعم سعادة الشيخ، طبعا نتحدث عن أهمية هذه الجائزة خاصة وأنها تحمل طابعا دوليا. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي استطاع منذ إنشائه أن يتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والعالمي. مركز الملك حمد للتعايش السلمي ينطلق من إعلان مملكة البحرين الذي دشنه جلالته منذ عام 2017. هذا الإعلان يمثل وثيقة ينطلق منها المركز، ونسعى من خلال عملنا في المركز إلى ترجمة هذا الإعلان من خلال الترويج للمبادئ الإسلامية في الإعلان، وتأتي الآن الجائزة لنقل هذه التجربة أيضا للعالمية. ونسعى من خلال المركز بالتعاون والعمل مع الشركاء الإقليميون والدوليون على بناء الشراكات العالمية، مما سيساهم في تعزيز التفاهم العالمي في نشر هذه القيم النبيلة، ولكن أيضا تشجيع المبادرات الإنسانية، والذي سيسعى بطبيعة الحال إلى رفع مكانة البحرين دوليا ويعزز من القيم النبيلة التي نفخر بتواجدها بيننا في المجتمع البحريني. وأصبح اليوم يشار إلى مملكة البحرين بالبنان كونها واحة للتسامح والتعايش والتآخي الإنساني. نعم، إذن سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.